وبعدين بقى مش قلت لحضرتك اكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربيه بره، شويه عندها اجتماع مهم، شويه قاعده مع مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزاره التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الاداره مش هينفع يقابلنا لما تاخد معايا؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي، لو عرفت اللي انت بتعمله ده لا تكون مرفوض على ايدي. ليه وحضراتكم مين؟ انا فتون اختها شقيقه. انت بتقولي ده؟ واحنا مش لازم نعمل مفاجاه يعني؟ هتعرفوا السلام. طب انا اسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق اهي البطايق، بس دخلنا بقى ابوس ايدك يعني، اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم دي اجراءات الشركه، انا اسف. يا سيدي ولا يهمك، انا هخش ابلغك. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ دي الكوتيشن، ده دراسه، طيب تصميمات. حلو عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. اه طبعا، يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي، هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه، ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر، ثانيه واحده. ده عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحده واقفه بره مصره انها تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. وبعد كده لازم تقولي ان انت اختها. امال اقول ايه؟ ما تتنيي تسكتي يا عم، خلينا نخلص. الناس عايزين نقابلها وخلاص، لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخله؟ مع حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحه ما قاليش. طب ما تدخلهمش، قول لهم استنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي. اوكي يا مروة. 10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ده البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد مفتون على باب الشركة. وقلبي من جوه. النبي يا حبيبتي، انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسلية يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسلية. اه اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي، عسلية اللي رجالة البلاقة كلها كانت بتحوم حواليها، وأنا اللي حميتها واتجوزتها، عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء، عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وأنا على رجليها. يا أختي اللهم صل على النبي، إيه ده كله يا بنت؟ عملتي ده كله أنت يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. هنا مفيش عسلية، هنا انا دانيا نور صاحبة الشركة دي. طب ما انا عادل فكري رجل اعمال. وانا يا اخويا زي ما انا فتون. لا يا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، انا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من حرام. النونة يا اختي، ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه هما الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا بره وانسوا اي حاجه عن الموضوع ده.
وقال لي عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك ان انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي على اتنين ويمكن اكتر تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا ما يصحش؟ البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ انا كان غرضي بس اقول لك ان انا عملت فلوس كتير انا وراشد يعني، وانت يا اختي عامله فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد اهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشه فل كلنا. ايه يا داليا في ايه؟ الحق المخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي اوسخ ناس في العالم. اه؟ انت مين يا ابني انت وهي؟ اتكلوا على الله يا غلط، اطلع بره. انا جوزها، انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خد لي بس راحت فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي يا عسليه. انا ماشي، بس بقول لك ايه؟ انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا فتوح. سلام يا بنت ابويا. ماشي. يلا فتوح. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بالجزر كده ليه؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ ما احنا خرجنا من الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه وعليها 80 حب. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه كافتون. انا هوصل لك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش، هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا لو بلغت عنك، ما انت هتحكي الموضوع واحدة بواحدة. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوه يرجع الشركة ويسأل على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثة. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيلة اللي احنا فيها دي اهو بالراحة. شوف الورية. خرجوا من الشركة بسرعة وما خدوش بطايقهم، وانا اتصلت بالشرطة وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجودة في البطاقتين دول. شرطة ايه؟ مفيش داعي للشوشرة يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطة اللي انت كلمتهم سأل بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي. واللي معاها؟ اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ ما
مفيش اي حاجة تثبت ان انتي عسلية اللي هما جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. كيف؟ راشد قتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. طب ايه اللي مخليكي مرعوبة منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ليه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار، اروح اي حته. انا مش عايزه اقعد في البلد دي. خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي، ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وانت في الحاله دي. انا هتصرف ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما انا جنبك.